الحوايج ديالي انا كنغوت عليهم كلشي باقي تما سمعتي الحوايج ديالي كلشي باقي تما حجم الحوايج ديالي كلشي باقي وانا وانا مريض وانا مريض انا والمراه المراه دينا غير عند شي ناس وانا انا دابا في الزنقه والحوايج راه حاصله ليا تماك وكيفاش غادي ندير هادشي هذا علمنا عليه علمناكم وعاود ثاني علمناكم ما بغيتيش تديوها فينا ما بغيتيش تديوها فينا واللي عطى الله الثقره هو هذا كلشي كيتحمل المسؤوليه رئيسة الجامعة الحضرية سيدي بليوط المنتخبون كلشي نورمالمون كانت خاص الكاميونيت ديال الوقاية المدنية تكون هنا بيرمانونس كان خاص سيارات الإسعاف تكون هنا بيرمانونس لأن عندنا راجل مريض وعندنا واحد الدرية مريضة اللي كتعالج هاد الناس هادو دابا فين غادي يمشيو شكون اللي غيديها فيهم شكون اللي غادي يهضر معاهم انت الملف ديالهم الملف ديالهم خاص يتعجل خاص غدا خاص غدا قبل من اليوم هاد الناس يكونوا في السكن ديالهم اللائق هاد الناس ما غنديروا لهم حتى هما كيطون واش هاد الناس تهمشوا بيان سير تهمشوا الملف ديالهم تعطل وتعطل الملف ديالهم واحد كيسبي في واحد واحد كيسبي في واحد اليوم كلشي مسؤول اليوم خاص نحطوا النقاط على الحروف ويخرجوا هاد الناس ويقول لك اودي انا اللي عطلت هاد الملف الملف ديال السكينه وديال الترحيل ديال السكينه في العبث اليوم حتى واحد ما قدرش هاد الملف لانه ملف سخون وباش نكونوا واقعيين ان السيد الوالي بلي مهديه دخلوه مورا السور شاف شاف الديور اللي مورا السور اما الديور ديال المشروع الملكي ما جا حتى شي واحد وما سول فيهم حتى واحد اليوم كيف كنقولوا عندنا مريض وعندنا دريه مريضه وعندنا الناس كيفاش غادي كيفاش نرحلوا نكرهوا شويه خويا نعالجوا هذا الموقف لان اليوم خاص كلشي يتكلم وكلشي يتحمل المسؤوليه وعلى راسهم على راسهم المنتخبون وعلى راسهم رئيسه الجامعه لان طالبنا بالباريال الباريال ما جاش تجينا حنا وتكلمنا عليه وتكلمنا عليه وعاود تكلمنا عليه وسجلتوا معنا وتكلمنا عليه هذا الباريال ما جاش ابسط وسائل الوقايه باش تكون هنا باش تحفظ السكينه لا قدر الله تكون شي حاجه ما كانتش اذا داك الشيء البسيط هو باش حفظنا هذا المكان اليوم 3 دقائق ما كاملاش باش الناس خرجوا كيجريو من هنا 3 دقائق الفيديو راه حطيته لكم وصلنا لهي الدار هودات اذا نتمنوا كلشي يتحمل المسؤوليه ونتمنوا نكونوا عند حسن الظن وهاد الناس ما يضيعوش ما خاصهمش يضيعوا حنا مقبلين على سيدنا رمضان هاد الناس ما نحطوهمش ما نحطوهمش في القياطن هاد الناس خاصهم من غدا يكونوا في السكن ديالهم والاجراءات تمشي بشويه بشويه نحطوهم في السكن اللائق يسكنوا ويبركوا ويدوزوا رمضان في السكن ديالهم والاجراءات تبقى غدا بشويه بشويه واخا سي شعبان هذا هو الطلب ديالنا